الجلاش، يا اما باللحمه يا اما بالفراخ يا اما بمكس الجبن. بس ليه يا جماعه احنا حاضرين حق الجلاش ان هو يكون بالخضار؟ تعالوا النهارده نعمل شويه جلاش بالخضار باي حاجه موجوده عندكم، ينفع للناس النباتيين، ينفع للناس الصايمين، حاجه كده من الاخر عظمه بجد. يلا بينا على وصفتنا. اول حاجه كده في طاسه على النار هننزل بشويه زيت، طبعا ممكن سمنه بس احنا قلنا دي نباتيه وللناس اللي عايزينها صيامي كمان. معانا هنا بصلتين متقطعين مكعبات صغيرين بالشكل ده، هنحطهم في الزيت كده لحد ما يتبلوا. هنقلب البصل كده شويه لحد ما لونه يبقى شفاف بالشكل اللي احنا شايفينه، وبعد كده هضيف عليه معلقه صغيره من السكر. السكر هنا بيديله كرمله ولون حلو جدا، هنشوفه مع بعض بعد كده. كده خلاص احنا وصلنا للون القمر اللي احنا شايفينه ده. هنزل بكميه المشرم اللي موجوده معانا دي، طبعا الكميات حسب الكميه اللي حضراتكم هتعملوها. المشرم طبعا بيكش معانا بعد كده لان ده فريش، هتلاقوا الكميه دي قلت قوي ما بقتش بالحجم اللي احنا شايفينه ده. معايا هنا الجزر انا فرماه في الكبه فرم صغير زي ما احنا شايفين كده، عشان مش عايزه طعمه يبقى صلب كده معانا واحنا بناكله في قطعه الجلاش. هقلبهم بقى مع بعض كويس قوي. معانا بقى هنا فلفل الوان احمر واخضر واصفر، بصوا اللي موجود عندكم من الاخر كده حطوه. احنا قلنا ان ده للخضار. هنقلبهم مع بعض كويس. هنتبل بقى توابلنا، مفيش اسهل منها، ملح وفلفل اسود بس كده. ما هو مش معنى ان احنا خضار بقى هنزود في التوابل ونقول يلا مش هيبقى، هتاكلوا احلى حاجه في الدنيا. عايزاكم تحسوا كده بالتسكيره بتاعت الفلفل والجزر والمشرم. مش بقول لكم هنطلع عظمه النهارده. هنقلبهم كده بقى. خلاص الخضار بتاعنا بقى جاهز معانا وقمر زي ما احنا شايفين كده. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه في صينيه الجلاش بتاعتنا. اول حاجه كده في الصينيه هنا هدهنها زيت كويس قوي، طبعا زي ما اتفقنا زيت سمن اللي انتوا عايزينه، مفيش اي حاجه هتفرق معانا. معانا هنا بقى ورقتين جلاش، كل واحدة كده هنعملها ورقتين من الجلاش، هنلف هندهن ما بينهم زيت زي ما احنا شايفين كده. بعد ما دهنا أول ورقتين هننزل عليهم بورقتين كمان كده من الجلاش، يعني كل طبقة هنعملها من أربع ورقات، عايزين التوريقة بتاعتها تبقى حلوة كده ونحس إن احنا بناكل قطعة محترمة يعني. هنبدأ بقى نحط الحشوة بتاعتنا القمر اللي ريحتها تجنن دي. طبعا الكمية زي ما حضراتكم تحب. هناخدها بقى بالشكل ده كده ونلفها على شكل رول عادي جدا، كأننا بنلف سويس رول، سينابون، زي ما تحبوا بقى تسموه سموه. هنقطعه صوابع، طبعا الأحجام بتتحكموا فيها زي ما حضراتكم تحبوا. أنا بفضل أقطعه بره الصينية عشان ما نجرحش الصينية بتاعتنا طبعا لو هي تيفال أو ستلس أو الحاجات دي. هبدأ أخد الرول كده كأني برصه زي ما هو بالظبط بالشكل اللي احنا شايفينه ده، والحته المقفوله دي تبقى من تحت كده وناكد عليها. هندهن بقى الطاجن بتاعنا سمن او زيت زي ما تحبوا، انا هنا دهناه زيت. بعد ما قطعنا الجلاش بقى هنبدا نرصه بالشكل ده كده. بعد ما رصينا بقى الطاجن بتاعنا كده او الصينيه هندهن دهنه زيت من فوق كده. وطبعا عشان الوصفه بتاعتنا قلنا ان هي نباتيه وقلنا ان هي اقتصاديه، فطبعا هنستخدم فيها الشوربه كده، مكعب مرق الدجاج من الخضار هنحطه في ميه سخنه معانا بالشكل ده. مهم جدا الميه تكون سخنه عشان المكعب يدوب معانا كويس قوي. هنقلبه بقى لحد ما يدوب معانا. بعد ما دوبناه كويس كده هنسقي بقى بيه الجلاش. دي التشريبه بتاعتنا يا جماعه زي ما احنا شايفين كده. طبعا اللي حابب يحط حليب اللوز، حليب الصويا، حليب جوز الهند، تمام مفيش اي مشكله، بس عشان احنا قلنا هنعملها اقتصاديه فاحنا عاملينها بالشكل ده. هنسيبه كده 10 دقائق بالظبط وهندخله الفرن يكون شغال من اول ما نبدا كده على درجه حراره 170 180 حسب الفرن بتاعنا. طبعا بياخد تقريبا نص ساعه، عايزين الوش بتاعه يحمر والنار بتاعتنا ما تكونش اعلى من كده عشان عايزين طبقات الجلاش من جوه كمان تبقى مستويه وهشه معانا كده. يلا بينا تعالوا بقى كده نطلع واحده ونشوف الجمال بتاعنا ده عامل ازاي. بصوا يا جماعه بصوا التوريقه بتاعته كانه مسقي لبن وحليب، بصوا من تحت اللون بتاعه عامل ازاي، حاجه من الاخر في منتهى الجمال. بصوا كده حشواته والالوان بتاعته طالعه تحفه اصلا.
محدش هيصدق ان ده مسقي بشوربه، لا في بيض ولا في حليب. بصوا بيطلع في منتهى السهوله، مش محتاجين اي مجهود معاه، يا دوب بس كده بنحط الشوكه بتاعتنا ويطلع معانا احلى جلاش في الدنيا كلها. وكده نكون خلصنا الجلاش اللي بالخضار. عايزه اقول لكم لو جربتوه هتدمنوه، مش هتبطلوا تعملوه ابدا، وهتنسوا اللي باللحمه واللي بالفراخ وكل حاجه. اشوفكم في وصفه جديده وفكره حلوه جديده. باي باي. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفه.com.